الإسلام وهي مدينة فلت 27 سنة حرفة السرطان الرأس. اليوم جيت نشارك معكم قصتي على المرض تاعي وشنو المضاعفات اللي جيتو وكيفاش اكتشفتو مفكرش. كان كان الظهور تاعهم في 2017 بان بعد مجموعة الفحوصات والتحاليل بان بلي عندي ورم في الرأس. عندك شي مرأة انتهت عني الحال ومشيت السفدار عن خطر موضح داروا لي مجموعة التحاليل وياك موضح داروا لي عملية على الرأس القبنيتي مسالك الضومية حتى مالرأس دارس. والحمد لله أنا بقى عايشة وربي كبير الحمد لله. من بعد ما درجة تيوم مالرأس درت واحد المدة درت فيها الطلوان يجيني الشلال نصفي نبقت كنت حكم من يدين ورسجنين ومن بعد بشيني شوي طلت عملية كبيرة على الورم ريضة اللي يجوز عمو بالورم طلت لحين عرش مرها كنت عملية صعبة ضغط مدة طويلة في العلاج والحمد لله خلص. ومن بعد وقت كنت بعدها وكنت بعلاج ومن بعد مشيت متعين كل مخلص كتيري أشياءك الكرامة أنا الرأس أنا دق الورم اللي باقي حيات صغير عندك الحين صلونا السر صغيرية من بعد عندك الحين صغيرة تانية السبعة صغيرية وبكل حنصة كان بخير الحين عاش والحمد لله راح تقولي كيركضوني واحد الحديد في الرأس الحمد لله تاسك شي مزيان ودابا خاصني ندير عملية على العين ثلاثة. الأولى الحلة ليا العين الثانية عرفتو موت شوي ثالثة يكونو العين. من بعد قدرت النداء تاعي تعاون معايا المحسنين جمعت المبلغ 6.5 مليون دونك العين عاش ودك حليت كنت كنسير بزاف على الرأس كنت كنسير لي الدم بزاف وسكان كنبغي نحيدو نحيدو لي بالسينيور وما نقولكمش على الألم تكسينيون كدعو لك الغموض رفض لي خلقي وانتم انتم بسر وكنت قصر كنت كلين صرف وطالو حمدو بيجي نكمل لي العلاج ونكتبه غالي مليون ونص وانا ما كانش عندي عندك المبلغ مش نسري سريتو غير شهر ومن بعد نتكلم عمر
المنطقات عندما كنت المنطقات في عوني من حسن القناة من حسن الصداع وما الحريق وطيو نكسك لكم الناس نعنى نعمة ونعنى نفسك من بيت ومتى كانوا أعراض غريب وتكون أعراض ما كتير لهم حساب معلقتي على اليدين والرجلين إذا مشيت للطبيب قال لي داك الشيء من المرأة من ذلك هاد المعاناه اللي دوزتها وهاد المراحل من العلاج اللي درت دابا هاد المرحلة تانية هي العلم باش نرجع عندي هاد الحين كنطلب ثلاثة عمليات الأولى الشفار تانية يغطي مو تالتة عقبت الحين عادية من بعد إن شاء الله نتقبل العين وتصال أكون ندوس مرحلة صوت الحنجرة أرد الصوت تاعي مزيان وإن شاء الله وزي حمدية يعني فهمكم كنت منا تقفوا معايا وتعدوني عم أخذكم وحسبوني بنتكم كنت لكم من أنت المنفر تقفوا معايا عم أتخلص مني كتير أتفضل لها اللي خليم واللي خليم ما عارش يصعين حتى هما عم صبر والحمد لله ربي كريم المحسنين كريم وانا ما خايفاش نفسي مشان حتى تطور وان شاء الله غادي الامتحان وفي الامتحان صح الناس وكنشكر جديدا حياة اليومية الاستضافة ونزيد الانتفاضة وشكرا لكل طاقم جريدة اللي عطاني الفرصة اني نقدر ندوز صوتي للناس يساعدوني مشارجع الصوت والعين عندي وشكرا لكل واحد عايشني.